لموضوعنا. زي ما قلنا ان كلمة معلومات، الحج اشهر معلومات، وجاء لفظ ايام معلومات، وجاء لفظ ايام معدودات. ايه الفرق بين الحاجات دي؟ اشهر معلومات هي اشهر الحج. واحدة تقول لي هو الحج له اشهر؟ اقول لها نعم، لان ربنا نص قال الحج اشهر معلومات. طيب ايه هي اشهر الحج المعلومات دي؟ هي عبارة عن شوال، طبعا احنا عارفين ان شوال بيأتي بعد رمضان على طول، وبعدين ذو القعدة كله، وبعدين العشر ايام الاولى من ذي الحجة اللي ربنا قال فيها ايام معلومات. شوفوا بقى، يعني ربنا خلى الايام المعلومات اللي هي العشرة الاوائل من ذو الحجة اللي احنا بنصوم التسعة بتاعتها، ها واخدين بالكم، جعلها ايام معلومات لذكر الله سبحانه وتعالى ولبداية المناسك، لبداية المناسك من طواف ومن سعي وثم من رمي إلى آخر المناسك اللي احنا هنقولها مع بعض. يبقى فرقنا بين أشهر معلومات وأيام معلومات. أشهر معلومات خلاص عرفناها، اللي هم شهرين وعشرة أيام بتوع ذي الحجة، أو عند بعض الفقهاء شهرين وذي الحجة كله يعني ثلاثة أشهر. إيه بقى أصل الاختلاف ده؟ ليه سمي شهور الحج؟ عشان خاطر لو أنا سافرت في خلال الأشهر دي وعملت عمرة يبقى لا أتحلل إلا بعد الحج، وهنا بيبقى اسمي إيه؟ تمتع. أيوه،